صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقول في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد التأمين قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية؟ هل يجوز؟ يقول صلى الله عليكم: هل يجوز لي أن أقول في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد التأمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا؟ هذا لم يرد، هذا لم يرد. فقوله في هذا الموضع بدون دليل يكون من الابتداع. نعم.